ست قامت والله طالعه عمره، وهي بتقول ان هي ورثت مبلغ كانت عايزه مصممه ان زوجها يطلع العمره معاها، فبتقول ان ماله مختلط، يعني في اختلاط بين الحلال والحرام وليه علاقات وكده، فهي عايزه تطلع من مالها هي، مش عايزه تطلع من المال بتاعه اللي فيه شبهه اختلاط الحلال بالحرام. لو كان المال ده صاحبة السؤال خالص في انه حرام كله حرام فلا يجوز. إن الله طيب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلابد أن الإنسان، أنا هطلع أأدي العمرة لابد أن تكون من مال طيب حلال عشان أؤجر على ذلك ويكون الأمر مقبول مني. ده لو إن المال كله حرام يبقى كده. طيب لا، هو المال بتاعه فيه وفيه، فالحرام مش متعين في المال بتاعه، يعني اختلط الحلال بالحرام والحرام غير معين غير متعين فيه. يجوز في الحالة دي ان حضرتك تطلعي معاه وتقبلي انك تطلعي معاه العمرة، والاسم في الحالة دي على الزوج اذا كان الامر كما اخبرتي صاحبة السؤال، وزي ما دايما بنقول العهدة على راوي السؤال. وعلى كل حال نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.